دي الحاجة اسمع، يعني انا افضل يبقى الديالوج مش مونولوج. طبعا بدي عايز اشكر صديقي اللي كان وحشني جدا جدا، مهندس عبد الله. ده رجل عظيم اعرف جيدا تاريخه، وكان ليا الشرف يمكن الناس استضافته مره في احد البرامج ولا حاجه. بشكر طبعا كابتن ابو باشا، دكتور ايمان، استاذ محمد رمضان اللي عمل مجهود خرافي. ثم انه الشكر موصول لصديقتي واختي العزيزه اللي انا اتعلمت منها، الدكتوره الناقده الكبيره والشاعره والاديبه والاكاديميه الدكتوره اختي الدكتوره عزيزه. ما تسالوا لها يا جماعه، ما ينفعش تعملها. بشكركم رواد نادي الصيد، لانه انا ليا ذكرى طيبه في هذا النادي، وكان ليا عضويه شرفيه بالمناسبه فيه بس ما استعملتهاش. اذكر ان احنا عملنا ندوه، انا عضو مجلس اداره ولا زلت جمعيه كتاب وفناني واعلامي الجيزه اللي كان رئيسها محمود ياسين، كنت اصغر عضو مجلس اداره فيها. فاذكر ان محمود ياسين عمل هنا ندوه لتكريم سناء جميل، فاكرين الحكايه دي اعتقد، وانا اللي كنت بقدم الندوه، كان فيها لويس جريس الله يرحمه مالك. فنادي الصيد طول عمره الحقيقه انا بعتبره طب يعني رمانه ميزان النوادي المصريه، لانه هو مش نادي نخبه فقط، وانما ايضا هو نادي ثقافي. انا بعتبر انه لان النخبه المصريه هي اللي صنعت الثقافه، لو انتم فاكرين زمان الصالونات من اوائل من صالون الاميره نصر فاضل، مرورا بقى بالصالونات النبلاء والبشوات، كانوا هم اللي بيعملوا الثقافه والفنون بالمناسبه. فانا بعتبر نادي الصيد معقل مش رياضه الصيد فقط، وانما ليه الثقافه والفنون. ف يعني كان ده سر حماسنا كاسر المسلسل، ان احنا اول ندوه. عايز اقول لكم عندنا تقريبا طابور من الندوات، تخيرنا منهم عدد قليل جدا. فاحنا بنشكركم، وبشكر الدكتوره عزه هيكل انها يعني تحمست وحمستنا انه يبقى اول ندوه مع النخبه اللي زي اللولي اللي قاعدين معانا من اعضاء نادي المسلسل ده. انا ضمن الدراما العربيه 36 مسلسل، والضحك الباقي هو الرقم 37 مش 13. وبعدين المسلسل الوحيد اللي انا كتبته سيناريو، وبعد ما خلصته الدكتور عايز سيناريو كتبته روايه. ايه بقى السر؟ فتره الحظر لما قعدنا، انا كنت بعمل برنامج يمكن بعضكم عارف اسمه صح النوم على مدى 10 سنين. ففي اثنين منهم ثلاثه من كرو البرنامج جالهم كورونا واثنين ماتوا. فانا جالي عقده. فقلت له مش داخل مدينه الانتاج الاعلامي الا لما يشوفوا حل الموضوع كورونا او يعقبوا الاستوديو. وقررت اعقد وفعلا قعدت 6 شهور.